لكن قبل الهوا بس خلينا قبل ما نخش في الميه، انت قلت لك ما لعبتش كوره، قلت لي لا لعبت كوره، ايه حكايتك ايه مع كره القدم؟ لعبت شويه كده يعني، او احنا صغيرين الطبيعي موجودين في النادي، فبتدخل اختبارات الكوره طبيعي، فعديت من اختبار والتاني والتالت والكلام ده كله، ولعبت فتره كده مع كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن فوزي سكوتي، بس حصل اختبار فرقه كده ما حلفنيش التوفيق. قول لي. لا 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 هو على فكره، على فكره يعني خلينا نتكلم بكل امانه، اولا نصيب يعني، في ناس كتير جدا بتروح الاختبارات بتبقى على مستوى عالي جدا، ممكن ما بيتشافوش او ما بيكملش، بس انت قلت لي ان يعني كنت انت استمريت دخلت قطاع الناشئين، يمكن كان كابتن شطه قال لك ان جسمك صغير. جسمي كان لسه صغير شويه، لغايه 13 14 سنه كده، ما انت لا يصلح يعني دلوقتي علشان بنيانه ضعيف.